بئس الحرية التي لا يراقب فيها العبد ربه ولا يشكر فيها العبد نعم سيده ومولاه. تدبر، وأنت حر، وأنت حر. احنا قصاد مشهد رهيب، انه كمان قوة الدين قامت واخدة قوة اخرى هائلة اسمها قوة الاعلام، وبقت في ايد منتج اسمه الداعية الشيخ. احنا قصاد ظاهرة الشيخ التلفزيوني، لكن هو حاتم شناوي المنتج الروائي ده وتعبير عن الشيخ العالم اللي في فرق كبير بين ما يقوله، يعني ما يريد أن يقوله، وما تسمح به الظروف السياسية والثقافية والدينية والإعلامية. في مقولة مهمة في الرواية هو بيكلم نفسه، بيقول إنه الشيخ يعني في التلفزيون لما يتحول الى شيخ تلفزيوني يعني داعية تلفزيوني، يبقى اول حاجة لازم يرضي الجمهور ويرضي الممول ويرضي المنتج ويرضي المخرج، ولو قدر يرضي ربنا بعد ده كله يبقى عظيم جدا. يعني وده ظاهرة يعني رأسمالية التدين في العالم كله. لم يعد الدين خدمة، صار الدين سلعة. فمجرد ما يتحول الدين من خدمة إلى سلعة يبقى احنا بنتكلم في مولانا تماما. في دعاة تلفزيونيين تقليديين ودعاة تلفزيونيين يعملون لصالح السلطة والحكم، وفي دعاة تلفزيونيين يعملون لصالح جماعات الإرهاب والتطرف. قولا واحدا، الدين التلفزيوني مروج للعنف وللتطرف وللتشدد. وحاتم شناوي بطل مولانا او مولانا شيخ يبحث بحرية وشيخ يفكر بحرية، لعله لا يتكلم بحرية لكن هو يفكر بحرية. بالنسبة لي ده الدرس العظيم ل25 يناير، انه تحرير العقول اهم من تحرير البلاد.